السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي كنتمنى تكونوا بخير ولا خير وبصحه جيده وفي احسن الاحوال. معكم طريق من قناه بيع وشراء سيارات المغرب. اذا في هذا الفيديو غنقدم لكم جوج ديال السيارات. الاولى اللي هي هوندا سيفيك لون رمادي، والثانيه اللي هي هونداي ايديس لون ابيض. سيارات ديجا مستعمله لكن مازال نقيه وبثمن جد جد مناسب، ثمن رمزي. فغادي نعاود نذكركم بالنسبه للناس اللي عندكم يعني عليكم اي سياره يمكن لكم تخليو ليا تصيفطوا لي الصور ديالها عبر الواتساب اللي غادي تلقاوه تحت صندوق التعليقات، وصيفطوا لي جميع المعلومات المتعلقه بالسياره. وإلا كان فيديو غادي يكون احسن باش ان شاء الله نحط لكم لانونس ديالكم في القناه ويجي عندكم الشاري حتى لعندكم. يلا اخوتي بقاو معايا ونقدم لكم السيارات. اذا السياره الاولى اللي كتشوفوا الان امامكم اللي هي هوندا سيفيك لون رمادي، موديل 2003، عامره، فيها لاكليم، الفيتر الكتريك، اسونس، كونسوماسيون فيها فيبل يعني ناقصه، وفيها 8 ديال الخيل. يعني كان اي استفسار او اي سؤال يمكن لكم تواصلوا معايا في الرقم اللي غتلقاوه اسفل صندوق التعليقات، ومرحبا بالجميع. اذا غادي ندوزو الان للسياره الثانيه اللي عندنا اللي هي هيونداي ايديس اللي كتشوفوا امامكم اللون ابيض، موديل 2014، اسونس، كونسوماسيون فيها ناقصه، فيبل كونسوماسيون، عامره، فيها لاكليم، فيتر الكتريك، كاينه في مدينه الدار البيضاء. اذا كما كتشوفوا هذا الداخل ديال السياره، هذه الواجهه اللي على برا على اليسار، هذه الواجهه الاماميه. سياره نقيه جامي اكسيدونتي، الثمن ديالها اللي هو 61000 درهم. هادو هما السيارات خوتي اللي كاينين متوفرين الان، جوج ديال السيارات هوندا سيفيك وهونداي ايديس. الى كان اي سؤال ولا اي استفسار عجبتكم اي سياره يمكن لكم تواصلوا معايا عبر الرقم اللي غتلقاوه في صندوق التعليقات عبر الواتساب، تواصل يعني نوصلكم للشاري مباشره. اذا كان يعني بغيتي تبيع اي سياره عندك جديده ولا قديمه ولا مهم سياره كيف ما كانت، صيفط لي التصويره ديالها او الفيديو عبر الرقم نفس الرقم الواتساب، وصيفط لي جميع المواصفات ديال السياره ان شاء الله ونجيبو لك الشاري حتى لعندك ان شاء الله. يلا خوتي تبارك الله عليكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه. السلام عليكم.